بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس الثالث. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الله سبحانه وتعالى عن المنافقين أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت وهو كعب بن الأشرف من أكابر اليهود، ويتحاكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجمعون بين هذا وهذا، وإذا قيل لهم بذلك يحلفون بالله: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، نوفق بين هذا وهذا، هل يوفق بين الحق والباطل؟ هم يقولون نريد إحسانا للناس وتوفيقا بين الشريعة وبين حكم اليهود. مثلهم الذين جاءوا من بعد من المتكلمين علماء الكلام الذين يبنون عقيدتهم على علم الكلام والجدل، وأيضا يأخذون شيئا من أدلة القرآن ويخلطون هذا مع هذا، ويقول نريد التوفيق بين الشريعة وبين حكم أهل الكتاب. مثلهم الآن الذين يحكمون بالشريعة في ناحية ويحكمون بالقانون في ناحية، يقولون نريد التوفيق بين الشريعة والقانون، وهذا أمر لا يجوز، لا تعادل الشريعة بالقانون، لا تعادل الشريعة بالقانون ويوفق بينهما. نعم. وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. أي نعم، يسمون القواعد المنطقية حقائق وهي في الحقيقة جهل وضلال، ليست حقائق، لأنها من صلع البشر، وهي أيضا تكون أكثر خطأ من غيرها، فلا توفيق بين الشريعة وبين علم الكلام، كما أنه لا توفيق بين الشريعة وبين القانون. نعم. وكما يقوله كثير من المتكلمة وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة، إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. نعم، كل يقول يبي يجمع بين الشريعة وبين ما هو عليه من الباطل، وهذا لا يمكن ولا يتأتى أبدا. نعم. وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك. نعم، هذا ليس خاصا بوقت نزول القرآن والمنافقين، بل هو عام لكل من صنع هذا الصنيع فأراد أن يوفق بين الشريعة وبين غيرها من الأعراف القبلية والأحكام الجاهلية وبين أدلة الكتاب والسنة وأدلة المنطق وعلم الكلام، يخلطون بين هذا وهذا.
يقولون نريد التوفيق، والذين يريدون أن يوفقوا بين الشريعة والقانون، قوانين الوضعية، كل هذا من هذا القبيل. نعم. بل ما جاء به الرسول كاف كامل. نعم، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاف كامل. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. فلا يدخل على الشريعة أو على القرآن أو على العقيدة شيء من الباطل ويقال نريد التوفيق. نعم. بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق. نعم، كاف كامل. اليوم أكملت لكم دينكم، شهد الله له بالكمال، فلا نريد أن نجمع إليه شيئا آخر، وهو كامل. ومثله أصحاب البدع، أصحاب البدع في الدين، هؤلاء يدخلون في الذين يريدون أن يدخلوا على الدين ما ليس منه، كأن الدين ناقص وهم يريدون أن يكملوه ببدعهم وضلالاتهم. نعم. بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه. فالشريعة ليس فيها قصور أبدا، هي كاملة وشافية وكافية. القصور في أفهام الناس، القصور في أفهام الناس، ما ليس في الشريعة. نعم. وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه، فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية. نعم. ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. لا يجوز التلاعب بالشريعة، الشريعة كاملة تحتاج إلى معرفة أولا ثم إلى عمل بها، وهي كاملة وكافية. قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الدين كامل ولله الحمد، في أمور الدين وفي أمور الدنيا، في أمور الدنيا المتعلقة بالشريعة. نعم. وأما أمور الدنيا المتعلقة بالحرف والمهن، هذه إلى الناس، لأنها ليست من الشريعة وإنما هي من المنافع المطلقة. نعم. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. فبسبب جهل هؤلاء المعاصرين للشيخ، شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. درس يعني خفي وانطمس. نعم. بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا. الشريعة كاملة لا تحتاج إلى أن يدخل عليها شيء من أحوال الناس وأفكار الناس، ولا من علوم السابقين من أهل الكتاب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورقات من التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فغضب صلى الله عليه وسلم فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله، إنما أردت أن تنظر فيها. قال: والله لو كان أخي عيسى، أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. موسى الذي أنزلت عليه التوراة نسخت بالقرآن، فالقرآن ناسخ لما قبله،
نعم. بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وألا يهمل منه شيء. الواجب أن نتفقه في الشريعة ونتعلم الشريعة وهي كافية دون أن ننظر في الكتاب السابق من التوراة والإنجيل والزبور وما أنزل على الرسل. هذا العقيدة باقية واحدة، وأما في الأمور الفرعية والأحكام الفرعية فإنها نسخت بالقرآن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك. نعم، إذا عجز الإنسان عن مثلا استكمال ما جاءت به الشريعة، قصر فهمه عن ذلك، فلينسب النقص إلى نفسه وإلى فهمه لا إلى الشريعة، حتى يدخل عليها شيئا يزعم أنه يكملها به. الشريعة كاملة، والنقص إنما هو في أفهام الناس وفي مدارك الناس، فمن قصر فهمه عن شيء من الشريعة فليعترف بجهله ويقر ويعتقد كمال الشريعة وأنه عاجز عن الوصول إلى هذا الشيء الذي قصر عنه فهمه. نعم. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به وأن لا يؤمن. نعم، يفرح بأن هو عاجز عن بعض الأحكام الشرعية ولم يتوصل إلى فهمه، فيفرح بالعلماء الذين قاموا بذلك وقاموا بما عجز عنه، يفرح بذلك دون أن يحسدهم أو أن يتكلم فيهم. نعم. وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله. أي نعم، يؤمن بالكتاب وهو القرآن كله، ما فهمه وما لم يفهمه. نعم. بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا. نعم، لا يضيف شيء إلى الشريعة، لا إلى القرآن ولا إلى السنة، لا يضيف شيء، حسبه أن يعترف بالعجز ويتوقف عند علمه فقط، يتوقف عند علمه ولا يجحد ما زاد عن فهمه أبدا، وإنما يعترف بقصوره وعجزه ويعتقد كمال الشريعة وشمول الشريعة، ويعترف لأهل الفضل وأهل العلم ويفرح بما قاموا به من ما جهله هو. نعم. وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا تلبسوا الحق بالباطل، تلبسوا يعني تخلطوا الحق مع الباطل، لا تلبسوا الحق بالباطل. نعم. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الحق وأنتم تعلمون، تجحدون الحق ولا تبينونه بسبب أنكم لم تعرفوه، بل اعترفوا بقصوركم واعتقدوا كمال الشريعة وأيضا اعترفوا بفضل من زاد علمه عن علمكم وأحاط بما لم تحيطوا به
إن هذا من التعاون على البر والتقوى. الهدهد قال لسليمان عليه السلام: أحطت بما لم تحط به، أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ من سبأ بنبأ يقين. ما قال له كذبت ولا ما وشنت يا، لا، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هذا سليمان عليه السلام. نعم. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. نعم. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين. نعم. أعد. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين من العلماء. نعم. سلف هذه الأمة. نعم. وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. نعم. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين. نعم. ثم من بعدهم. نعم. ومن هؤلاء. نعم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين اتبعوا السلف بإحسان، اتبعوهم بإحسان يعني بعلم ومعرفة وإتقان لاتباعهم، هذا الواجب. نعم. وأولهم السلف القديم، كل يدعي أنه مع أنه على مذهب السلف، كل يدعي، لكن هل هو بإحسان؟ هل هو يعرف مذهب السلف؟ هل عمل به؟ قليل من تتوفر في هذه الأمور. نعم. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. نعم. الأئمة المشهود لهم بالإمامة في العلم والدين كعلماء هذه الأمة السابقين الذين تعلموا العلم وعملوا به ودرسوه وبلغوه للناس. نعم. فيعترف بفضلهم وسبقهم ويثنى عليهم. نعم. ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. الأمة الوسط يعني العدل، الوسط هو العدل، بالإمامة، شهدت لهم بالإمامة في الدين العلماء من علماء السلف المشهورين المذكورين بأسمائهم، عرفوا قدرهم واستفادوا من علمهم وساروا على منهجهم. نعم. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، أبو يوسف هو صاحب أبو حنيفة. نعم. محمد بن الحسن وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وزفر بن الهذيل الثالث، هؤلاء هم تلاميذ أبي حنيفة. نعم. فعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. بشر المريسي الخبيث الذي آذى الإمام أحمد رحمه الله وأثر على الخليفة المأمون، المأمون تأثر بهؤلاء الضلال وآذى الإمام أحمد وآذى وجلب ترجم كتب السابقين من اليهود والنصارى وغيرهم، وحصل من هذه الترجمة ضرر عظيم على الإسلام والمسلمين. ولهذا يقول الإمام أحمد: لا أظن أن الله ينسى المأمون، فقد أدخل في الدين ما ليس منه. نعم. فعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. نعم. الجهل، العلم بالكلام هو الجهل. هم يقولون علم، هذا ما هو بعلم، هذا جهل. العلم ما قال الله قال رسوله كتابه والسنة، ما هو ما قاله بشر المريسي ولا المأمون ولا فلان وعلان، لا.
العلم قال الله قال رسوله، كما قال الناظم: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ليس وليس العلم نصبك نصبك ليس العلم نصبك جهالة وقول فقيه نحو منها الكلام، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول في النونية: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان، هم أولي العرفان، ما العلم نصبك ما العلم نصبك ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان. نعم. فعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. نعم. ما يضر الجهل بعلم الكلام، ما يضر، الذي يضر هو الجهل بعلم الكتاب والسنة، هو اللي يضر. أما العلم بالجهل بعلم الكلام ما يضر، لا ينفع العلم به ولا يضر الجهل به. نعم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. نعم، إذا تبحر الإنسان في علم الكلام تزندق، يقال له زنديق. والزنديق هو المنافق المذكور في القرآن، هو في القرآن منافق، في المتأخرين سموه زنديقا. نعم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. نعم، لأنه جهل، لأن علم الكلام جهل، ما هو بعلم، مهما تبحر فيه الإنسان فإنه يغرق في الجهل. نعم. أراد بالجهل به اعتقاد عدم أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه. اعتقاد أنه باطل هذا العلم النافع، وأما اعتقاد أنه علم فهذا جهل. نعم. أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. نعم. وعنه أيضا أنه قال عن أبي يوسف، نعم، وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق. أي نعم، لأنه يصرف عن الحق، علم الكلام يصرف عن الحق، لأنه ليس من الكتاب والسنة، وإنما هو جدل وقيل وقال و... نعم. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. الكيمياء اللي تلبس على الناس الأشياء على غير حقيقتها. نعم. ومن طلب غريب الحديث كذب. نعم، غريب الحديث الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب في ذلك. الموضوعات الحديث هذه يجب على الإنسان أن يعتقد بطلانها ويجتنبها ولا يعمل بها. نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. أقبل على الكلام يعني على علم الكلام، لم يتعلم القرآن والسنة، وإنما تعلم علم الكلام وعلم المنطق والمقدمات والنتائج وما أشبه ذلك، هذا جهل وضلال وليس علما. نعم. حكم الشافعي فيهم أنهم يضربون بالجريد والنعال، مع أنهم يعتقدون أنهم علماء، وأن يطاف بهم في العشائر إشهارا بهم، يضربون ويطاف بهم في العشائر، ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. نعم. وقال أيضا رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين،
العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. هذا من شعر الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي شاعر، شاعر عظيم ولغوي أيضا، حجة في اللغة، لأنه طاف في القبائل تلقى اللغة العربية عن العرب الفصحى. نعم. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، علم الإسناد يعني. نعم. وما سوى ذاك وسواس الشياطين. نعم، من خرج عن العلم الصحيح راح الوسواس الشياطين. نعم. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون. لو أوصى شخص للعلماء في بلده لم يذهب هذه الوصية إلا لعلماء الكتاب والسنة، ولا يعطى منها علماء الكلام، لأنهم ليسوا علماء وهو موصل للعلماء. نعم. ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيه من كتب الكلام. نعم، تباع، لأنها ليست بعلم، إنما هي أوراق وضلالات. وأما كتب العلم تأخذها الوصية، لا تباع لأنها علم. نعم. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية، فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول؟ فتاوى الظهيرية من كتب الحنفية. نعم. فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ نعم. ولقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ إيه نعم، إذا أردت تطلب العلم أطلب علم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تطلب علم الكلام والمنطق وما أشبه ذلك، هذا ليس بعلم، هذا جهل. نعم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب عليه الصلاة والسلام، أحاديثه جوامع، جوامع الكلم. نعم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية. نعم، دينه كامل وشرعه كامل عليه الصلاة والسلام، لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلامه وحي عليه الصلاة والسلام، وحي من الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولذلك يسمون السنة الوحي الثاني بعد القرآن. نعم. فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة. نعم. فلذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله يقول: الأولون قليل الكلام كثير العلم، والمتأخرون كثير الكلام قليل العلم. نعم. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين. قليل البركة يعني قليل الفائدة. نعم. بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. نعم. لا كما يقول، هذا معنى كلام، هذا معنى الكلام الذي ذكرته لكم. نعم. لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم أسلم، وإن طريقتنا أحكم وأعلم. نعم، هذه العبارة الخاطئة، يقولون طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا كلام باطل.
بل طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم. نعم. لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم، وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. كل هذا كلام باطل، بل السابقون حفظوا النصوص وعرفوا فقهها ولم يبقى عليهم نقص في علمهم، بينما المتأخرون كثير كلامهم قليلة فائدتهم. نعم. فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم. نعم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، عقيدة الطحاوية. نعم. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. نعم. بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. نعم. عوام المؤمنين أحسن من علماء الكلام، لأن عوام المؤمنين بقيت لهم معرفتهم الجملة، معرفتهم للحق بالجملة، وبقي أنهم سلموا من الجدل ومن المنطق ومن على سليقتهم الأصيلة، وهؤلاء يغرقوا في هذه المستنقعات فتلوثوا بها. نعم. ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه. وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أن أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم. إن شاء الله. إن شاء الله. هذا كلام العز بن أبي العز شارح هذه العقيدة. نعم. لعلي أن أنضم في سلكهم، وأن الذين شرحوها من قبله صاروا دخلوا مداخل ما فيها فائدة بل فيها مضرة، فهو يريد أن يوجد شرحا صافيا مفيدا، وهو كذلك شرحه ممتاز جدا. نعم. رحمه الله. نعم.
لعلي أن أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله. نعم. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب. آثر الاختصار، هذا الشرح مختصر، لأن النفوس تمل من التطويل والكسل يغلب على الناس، فهو اختصر هذا الشرح مع ما فيه من البسط والتفصيل والتوضيح، لكن يقول أنه مختصر أيضا. نعم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وما توفيقي إلا بالله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يقول شعيب عليه السلام، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الإنسان يعتبر نفسه مقصرا ولا يزكي نفسه ولا يعجب بعلمه، وإنما يتواضع، نعم، ويرى أنه ناقص العلم وأنه، نعم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولهذا يقولون من قال أنا عالم فهو جاهل، من قال أنا عالم فهو جاهل. نعم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا يعني كافينا، الحسب هو الكافي. نعم. ونعم الوكيل الموكول إليه أمور خلقه، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، قوله يعني الطحاوي. نعم. قوله صاحب العقيدة. نعم. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. نعم. الشرح: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل. نعم، كل رسول يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما ذكر الله ذلك عنهم في القرآن، فأول ما يبدأون دعوتهم بالتوحيد، لأنه هو الأصل والأساس الذي تبنى عليه العقيدة ويبنى عليه جميع أحوال الناس مما ينفعهم ويفيدهم، فهم هذا منهجهم رحمهم الله. نعم. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق. نعم، الطريق إلى الله يعني أول دعوة الرسل. كل نبي أول ما يبدأ يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا معنى لا إله إلا الله، واضح، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن فيه نفي وإثبات، وهي هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فأصحاب الدعوات الآن، الدعوات الآن كثيرة ولها مؤسسات ولها ميزانيات، لكن أين ثمرتها؟ لم تثمر شيئا. لماذا؟ لأنها لا تهتم بالتوحيد ولا بالعقيدة، وإنما كل جماعة جعلت لها منهجا، جعلت لها منهجا في دعوتها ليس فيه شيء مما يفيد الناس، وإنما فيها مصطلحات وكلام قليل الفائدة. نعم. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. نعم، هو أول مبدأ، التوحيد هو المبدأ الذي تسير عليه وتمشي عليه، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا هو التوحيد. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، ليس التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق هذا توحيد الربوبية، هذا أقر به المشركون، إنما التوحيد الذي جاءت به الرسل هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة، هذا التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال الله تعالى
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا نوح أول الرسل عليه الصلاة والسلام يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا معنى لا إله إلا الله. نعم. وقال هود عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هود عليه السلام بعد نوح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مثل ما قال نوح. نعم. وقال صالح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل هذا في القرآن. نعم. وقال شعيب عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، فجميع الرسل قالوا هذا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طاغوت هو ما عبد من دون الله عز وجل كائنا من كان، ملك أو نبي أو شجر أو حجر، هو ما قد لا يكون هو في نفسه طاغوت، لكن الطاغوت الشيطان. فالذين عبدوا الملائكة والأولياء الصالحين ما عبدوهم حقيقة، إنما عبدوا الشيطان الذي أمرهم بذلك، الذي أمرهم بذلك. ولهذا يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا سأله الله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هكذا، هذا الذي دعا إليه عيسى عليه السلام. نعم. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن كل الرسل جاءوا بلا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول، كل الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كلهم بعثوا بهذه الكلمة لا إله إلا الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أمرت أن أقاتل الناس يعني الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ما قال حتى يقروا أن الله هو الخالق الرازق المحي، هم مقرون بهذا، لكن حتى يقولوا لا إله إلا الله. نعم، لأنهم لا يقولون لا إله إلا الله ولا يعترفون بها. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله ماذا قال؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. أي نعم، لأن في من يقول أول واجب على المكلف أن يشك ثم يستدل على الله جل وعلا بالأدلة، لا، كل مولود يولد على الفطرة هو معترف بهذا، ما يحتاج أنه يقال له مثلا من ربك ومن هو يعرف هذا، لكن عليك أن تعلمه كيف يعبد الله، كيف يصلي، كيف مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع، علموهم، وإلا هم عارفين فطرتهم، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالناس مفطورون على معرفة الله عز وجل، لكن يحتاجون إلى من يعلمهم ويبين لهم كيف يعبدون الله، كيف يطيعونه. نعم، الفطرة ما تكفي وحدها، لابد من تعليم. نعم. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك.
اي نعم، في هذه اقوال علماء الكلام. الواجب يكون اول واجب النظر، انه ينظر في المخلوقات وينظر حتى يعرف ان هناك خالقا وهناك. الفطره تكفي في هذا، مفطور على هذا، ما يحتاج انه ينظر. بعضهم يقول القصد الى النظر، القصد الى النظر. بعضهم يقول يشك ثم يستدل حتى يصل الى معرفه الحق. كل هذه اقوال باطله. انسان مولود على الفطره، ما يحتاج الى الامور هذه. نعم، ما عليه الا انه يعلم الصلاه واحكام الاسلام، يعلم اياه، ولا هو عنده الفطره نعم سليمه. نعم، لا النظر ولا القصد الى النظر ولا الشك كما هي اقوال لارباب الكلام المذموم. نعم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. نقف عند هذا. بل نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم التسمي بأهل السنة والجماعة؟ لأن هناك من يقول إن هذه التسمية لا أصل لها، وإن الذي ورد هو التسمي بالمسلمين لقوله هو سماكم المسلمين. هذا هو الذي لا أصل له، اللي يقول هالكلام هو الذي لا أصل له. لا، التسمي بأهل السنة والجماعة، الله جل وعلا يقول وأنا من المسلمين، وأنا يقول لعبده أن يقول وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين. نعم، ينتسب إلى المسلمين. نعم، فضيلة الشيخ، أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف نرد على زعم بعض المسلمين الذين يسكنون في بلاد الغرب من أن بعض شرائع الإسلام غير مناسبة لزمانهم وبلدانهم؟ نسأل الله العافية. ولذلك أوجب الله عليهم الهجرة إلى بلاد الإسلام. إذا كانوا يقدرون على الهجرة يجب عليهم أن لا يجلسوا ولا ساعة في بلاد الكفر. إذا كانوا ما يقدرون على الهجرة يتمسكون بدينهم ويتعلمون دينهم، تمسكون به إلى أن يقدروا على الهجرة. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما التوجيه والرد على من يدعي إن الأحكام الوضعية هي الأنسب للناس في وقتنا المعاصر؟ الأحكام الوضعية اللي هي القانون أنسب للناس، يعني نترك الدين ونأخذ بالقانون، هذا أعظم الكفر والعياذ بالله. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل هناك قوانين مستوحاة من الشريعة ومصدرها القرآن والسنة كما يسمى بمقاصد الشريعة؟ قوانين؟ نعم، ما تسمى قوانين، تسمى مقاصد الشريعة، تسمى مقاصد الشريعة. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ثبت نسبة كتاب الحيدة والذي فيه مناظرة بين عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي؟ اي نعم، ثابت، هذا ثابت، وهو حجة على هؤلاء، ولذلك يشككون فيه، ولا هو ثابت. مناظرة عبد العزيز الكناني البشر المريسي معروفة. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كثرت الشاشات والمواقع بأصحاب العمائم واللحى، كيف أستطيع أن أعرف العالم السلفي من غيره؟ تعرف العالم من كلامه ومن دروسه ومن علمه الذي ينشره في الناس، ما هو بعالمه بس، لا، العالم يصير ينشر علمه ويبين للناس، يدرس ويدعو إلى الله على بصيرة. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى:
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هل هي آخر آية نزلت من القرآن الكريم؟ أي نعم، هي نزلت يعني في حجة الوداع، نزلت على الرسول في عرفة وهو واقف بعرفة، ولم يعش بعدها إلا شهرين وأياما، توفي عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول من خارج هذه البلاد، يقول في بلادي هناك لا تحكم الشريعة بل إنما تحكم الأحكام الوضعية عكس هذه البلاد المباركة الطيبة، يقول ما واجبنا كطلبة علم إذا ذهبنا هناك تجاه هذه الأحكام الوضعية؟ ادعوا إلى الله وبينوا للناس لعل الله أن ينفع بكم، خصوا الولاة اذهبوا إليهم ناصحوهم لعل الله أن يهديهم، فإن الوالي إذا هداه الله هدى الله على يديه الخلق الكثير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل ما ندرسه في علم أصول الفقه من كلام أهل المنطق هل هو من الكلام المذموم؟ لا، هذه قواعد يستفاد منها، قواعد في أصول الفقه يستفاد منها استنباط الأحكام، تساعدك على استنباط الأحكام تفصيلية من استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، تساعدك على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج، فيقال بأن فلان عقيدته سلفية لكن منهجه غير سلفي؟ ما يصير هذا، ما يصير منهجه غير سلفي ويصير عقيدته سلفية، لازم يكون عقيدته ومنهجه سلفيا حتى يكون سلفيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أليس هذا السائل يقول أليس المراد بعلم الكلام هو الغوص في المعاني واستنباط الأحكام من القرآن والسنة؟ لا، ما هو هذا علم الكلام، علم الكلام علم المنطق والجدال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم أو ما الرأي في من يقول لا تحذر من أهل الأهواء والبدع لأنك إن فعلت ذاك فسوف يتكلم فيك الناس ويقولون إنك تتكلم في أهل الخير؟ تكلموا في الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ما قالوا، تكلموا في العلماء والدعاة إلى الله، وما تأثر بذلك العالم والداعية إلى الله، ما يلتفت للناس، وما جاء يبي الناس يمدحونه، هو جاي يبي الناس يهتدون، ما جاء يبون الناس يبي الناس يمدحونه ويثنون عليه. نعم. اللي قصده أن الناس يثنون عليه ويمدحونه هذا يدعو إلى نفسه، ما هو بيدعو إلى الله، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال فيه الإخلاص في الدعوة، لأن بعض الناس يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هناك بعض من ينتسب إلى العلم يقول بأن انقسام الناس إلى أشاعرة وماتريدية وأهل حديث كانقسام الناس إلى شافعية وحنبلية وحنفية ومالكية. كذاب هذا، لا ما هو مثل هذا، شافعية حنبلية مالكية هؤلاء علماء الكتاب والسنة، أما علماء المنطق وعلماء الكلام هذول ما عندهم شيء من الشريعة، إنما هي جدل وقيل وقال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول لدي جار كافر من الهندوس أحسن إليه في بعض الأحيان بتقديم الطعام إليه والابتسامة في وجهه من باب ترغيبه في الإسلام، يقول فما هو الضابط في التصرف مع الجار الكافر؟ هو ما ذكرت، تحسن إليه وتتلطف معه لعل الله يهديه إلى الإسلام، والجار له حق حتى ولو كان كافرا له حق الجوار، الجيران على أنواع، جار له حق
حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة، له ثلاثة حقوق. وجار له حقان، وهو الجار غير القريب في النسب، له حق الجوار وحق الإسلام. وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم، له حق الجوار فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله بأن الصفات الجسم والعرض والحد، يقول وما ذكره من هذه الأمور في كتابه، يقول ما موقف السلف من هذه الأوصاف؟ أنهم يرفضونها، يرفضون الجوهر والعرض وما أشبه ذلك، ويأتون بألفاظ الكتاب والسنة، ما يأتون بلفظ الجوهر والعرض أبدا، يأتون بألفاظ الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هذه المسألة من مسائل العقيدة، وهي مسألة فناء النار من عدمها؟ مش تبون عدنتم بالنار؟ النار خلقها الله سبحانه وتعالى دارا للكافرين، وأخبر أنهم مخلدون فيها والعياذ بالله، وقد يدخلها المسلم بذنوبه ثم يطهر بها ثم يخرج ويدخل الجنة، هذا الذي يجب اعتقاده. أما أنه تفنى أو ما تفنى، ما لكم دخل في هذا. نعم، هذا من فضول الكلام، فضول المسائل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يعذر من ذبح أو نذر أو صرف شيئا من العبادة لغير الله لجهله، أم أنه لا يعذر بذلك ويقال بأنه مشرك؟ إيه نعم، هو مشرك، هو مشرك إلا أن يدخل في الإسلام ويخلص العبادة لله، ولا فهو مشرك ولو كان جاهلا، هو مشرك ولو كان جاهلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الذبح لأجل قدوم الضيف هو ذبح لغير الله يخل بالعقيدة؟ لا، هذا فرح سرور وإكرام للقادم، فرح وسرور بالقادم وإكرام له، ما في شيء، هذا مباح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستعانة بالجن فيما يقدرون عليه، هل هو أمر يقول مخل بالعقيدة؟ الاستعانة إيش؟ بالجن فيما يقدرون عليه، يقول هل هو أمر مخل بالعقيدة؟ ما نعم، يخل بالعقيدة، استعن بالله ولا تستعن بالجن ولا بالغائبين ولا بالأموات، استعن بالله عز وجل. والاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر عندك اللي يقدر، لا بأس تستعين به، أما تستعين بالميت، تستعين بالغائب، تستعين بالجن، كل هذا لا يجوز، خرب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تعليق الحروز والتمائم التي تحتوي على الآيات والأحاديث فقط؟ لا يجوز تعليق الحروز ولو كانت من القرآن، ليس فيها غير القرآن، ما يجوز تعليقها، إنما القرآن للرقية، ويرقى المريض بها ويقرأ عليه ويشفى بإذن الله، أما التعليق هذا ما له أصل، العلماء يمنعون من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس إذا حفر بئرا فخرج الماء فإنه يذبح ذبيحة بجوار البئر، وكذلك إذا بنى بيتا فإنه يذبح ذبيحة عند الباب، فهل يجوز هذا الأمر؟ لا، هذا من أمور الجاهلية، هذا من أمور الجاهلية. نعم، ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: عند إرادة صلاة الاستسقاء، فهل يشرع للإنسان أن يذبح ذبيحة لله عز وجل ويوزعها على الفقراء ثم يستسقي؟ ما ورد هذا، هذا ما ورد. يتصدق؟ نعم يتصدق، عنده لحم يتصدق، أما أنه يذبح لا، لكن عنده لحم يتصدق من اللحم، يتصدق من الطعام، يتصدق من الملابس. طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأنه محرم على النار،
يقول هل المقصود مجرد القول دون عمل؟ هذا إذا لم يتمكن من العمل، إذا قالها ثم مات ولم يتمكن من العمل. أما من قالها وتمكن من العمل وعاش ولم يعمل لا تنفعه لا إله إلا الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يشرع للمسلم أن يتخصص في دراسة القوانين الوضعية؟ لا، تخصص في علوم الشريعة ولا يتخصص في القوانين الوضعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل ينصح إمام المسجد بأن يقرأ على جماعته بعد الصلوات أحيانا ما يتعلق بأحكام التوحيد؟ طيب، يقرأ عليهم بالتوحيد، يقرأ عليهم بالفقه، يقرأ عليهم بالأحاديث، وهو الغالب أنه يقرأ عليهم من الترغيب والترهيب، ويقرأ عليهم من رياض الصالحين ليستفيدوا من الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.